أهلا بكم مجددا. في إشارة واضحة إلى قرب انتهاء ما بات يعرف في الأوساط السياسية والإعلامية بأزمة البلوكاج الحكومية، قام حزب العدالة والتنمية بالإعلان رسميا عن بدء لجنة الاستوزار الداخلية في الاشتغال. تتجه الأنظار مساء اليوم إلى مقر الحزب، حيث يعقد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المكلف ندوة صحفية للحديث عن آخر مستجدات المشاورات. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ عبد الرحيم منار السليمي، المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ منار. أهلا وسهلا سيوس. طيب، كل الأنظار، الرأي العام يعني يتوجه أو يتجه نحو الندوة الصحفية التي سيعقدها السيد العثماني رئيس الحكومة المكلف للحديث عن آخر مستجدات المشاورات. ما هي توقعاتكم بهذا الخصوص؟ اولا لاحظ معي بان المشاورات تسير بسرعه اكثر من ما كان متوقع مقارنه مع المرحله السابقه. اشارات سياسيه يبدو بانها كلها ايجابيه على مستوى مساعده رئيس الحكومه المكلف، ومن المتوقع خلال الندوه الصحفيه ان يعلن عن الاحزاب التي ستشكل معه الحكومة المقبلة. وبعض المعلومات التي بدأت تخرج تقول بأن الأزمة التي كانت في المرحلة السابقة والمتعلقة بحزب الاتحاد الشراكي بالخصوص بدأ تجاوزها، بمعنى أنه يمكن أن نقول بأن قد نتوقع من الندوة الصحفية أن يتم الإعلان على أن هناك تجمع الوطني الأحرار، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، كما يبدو من خلال المعلومات، خاصة مثلا ارتياح الذي أظهره الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وأيضا إشارات السيد العثماني وبلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يبدو بأنه تخلى عن مجموعة من المصطلحات التي كانت تستعمل في مرحلة عبد الإله بن كيران. كل هذه المصطلحات تم تجاوزها، وهي إشارات تبين بأن هناك تقدم وأن هذه المشاورات تسير بسرعة. طيب، دخول الاتحاد الاشتراكي إلى الأغلبية الحكومية، ما الذي يعنيه بالنسبة للمشهد السياسي، بالنسبة لحزب العدالة والتنمية تحديدا؟ أولا نعتقد بأن يجب أن ننتبه، الصراع الذي كان حول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فالأمر يتعلق بحزب وكل الأحزاب من حقها أن تطلب الدخول إلى الحكومة، لأنه اليوم لكي نقرأ خارطة النتائج ليس هناك حزب يمكن أن يشكل الحكومة وحده، بل أنه ولو مثلا العدالة والتنمية جمع حزبان أو ثلاثة ستكون هناك صعوبة. إذن كل الحجج التي كان يقدمها الاتحاد الاشتراكي هي حجاج مشروعة، كل حزب ولو مهما كان شكل نتائجه، خاصة الأمر يتعلق بالاتحاد الاشتراكي حزب تاريخي له دور في مسار التوازنات السياسية في المغرب، أحد أقطاب أحزاب الحركة الوطنية. أعتقد أولا بأنه الأمر يبين بأن هناك بناء ثقة بين الأحزاب السياسية، وأن مسألة النتائج الكل يفهم اليوم بأن النتائج ليست هي المحددة لعملية تشكيل الأغلبية، تشكيل الحكومة. المسألة الثانية تشير أيضا إلى أن الأمر كان شخصيا في المرحلة السابقة، كان صراع وقد بدأ واضحا في التصريحات الأخيرة. أيضا يتبين بأن هناك نوع من المرونة داخل تغير واضح داخل الحزب العدالة والتنمية على مستوى قبوله للاتحاد الاشتراكي. ولاحظ معي هنا بأن سعد الدين العثماني غير المنهجية، أولا ذهب وكانت هناك مشاورات مع الحزب الذي نسميه الذي كان له صراع مع العدالة والتنمية، تحدث هنا عن حزب أصل والمعاصرة، وأيضا كان له لقاء مع الاتحاد الاشتراكي، الشيء الذي يبين بأننا أمام منهجية جديدة ليست هي منهجية عبد الإله بن كيران. وقد كان من الممكن تفادي حتى من ناحية الأغلبية، لأن هذا حزب سوف يدعم أولا الحكومة على مستوى الأغلبية، أكثر من ذلك أنه حزب له تجربة. لكن أستاذ منار، كما قلت، في مقابل هذه المرونة التي أبداها الحزب فيما يخص دخول الاتحاد الاشتراكي للأغلبية الحكومية، بالمقابل هناك نقاش كبير خصوصا على مستوى القواعد حول يعني تداعيات هذا الدخول. في نظرك
ما هي انعكاسات دخول الاتحاد الاشتراكي يعني على البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية؟ دعني هنا أصحح أولا النقاش. اليوم نحن لدينا وثيقة دستورية جديدة، ولدينا أحزاب تتشاور، وليس هناك حزب يحدد من يدخل أو من لا يدخل. هذا واضح، لأنه هناك نوع من النقاش الذي يبدو مغلوطا. لنتحدث بلغة دستورية، هناك رئيس حكومة مكلف يقود مفاوضات، سيكون هناك أثر، بمعنى أثر، ولكن لا يمكن أن نقول بأن المحدد هو القواعد. القواعد لها أمانة عامة، وهذه الأمانة العامة بمعنى أنها تتشاور. ولكن دعني هنا أفصل بين شيئين، بين السيد سعد الدين العثماني كمنتمي لحزب العدالة والتنمية، ولكن هو اليوم يحمل صفة أخرى، وهو أنه مكلف دستوريا. نعم. إذن المسألة، هناك المسألة الحزبية وهناك التكليف الدستوري. يجب أن ننظر بعدسات التكليف الدستوري وليس ما نسميه بعدسات القواعد الحزبية، لأنه اليوم مثلا لدينا دستور، وقلت بأنه لو كان هناك حزب يفكر بهذا المنطق كان من الممكن أن يشكل الحكومة وحده، ولكن غير ممكن أن يشكل حزب وحده. إذن لما تدخل الأحزاب الأخرى مهما كان شكلها فهي تصبح طرف شريك في العملية المنطقة. طيب دائما تكون هناك تداعيات. طيب دائما أستاذ نعم. منار، مع لو يعني تم الإعلان والتفاهم حول الأغلبية الحكومية، هل تعتقدون بأن مهمة رئيس الحكومة المكلف أيضا ستكون مرنة وسهلة فيما يخص توزيع الحقائب؟ أعتقد بأنه انطلاقا من الأسبوع المقبل أو يمكن أن حتى في نهاية هذا الأسبوع ستبدأ هذه العملية، ولكن أعتقد بأنها لن تكون بنفس القوة التي كانت بها النقاشات حول المشاركة. اليوم يبدو بأن كل المسالك هي سهلة، وهناك أحزاب لها تجربة. لا ننسى بأن ستعود التجمع، وأيضا الحركة الشعبية، وأيضا التقدم والاشتراكية ستعود، معنى أنها سبق أن اشتغلت مع العدالة والتنمية ويعرفون جيدا ما يسمى بالبروفيلات الموجودة لدى هذه الأحزاب. يبقى فقط دخول الاتحاد السوري والاتحاد الاشتراكي، الذي يمكن أن نقول بأنه سوف يكون هناك نقاش حول المناصب الوزارية التي ستعطاهم، ولكن لا أعتقد بأنه سيكون هناك مشكل، خاصة وأننا لدينا خطاب تأطيري للبروفيلات. الكل يتذكر الخطاب الملكي الذي لم أشار بوضوح على أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون قوية. خطاب ذكر أمامها، نعم خطاب ذكر، يجب أن لأن أمامها تحديات. وأيضا أعتقد بأن العثماني يحمل في ذاكرته ما وقع خلال المرحلة السابقة، لأنه كانت هناك العديد من الأخطاء المرتبطة بوزراء، ولا أعتقد بأنه سيقبل لنفس العملية، بمعنى أنه سيكون هناك اختيار واضح. مثلا الأقطاب الاقتصادية والاجتماعية والأقطاب المالية هي محددة، والأحزاب أعتقد بأنها ستتجاوز هذه المرحلة، لن تكون هناك مشاكل كثيرة، خاصة أن المرحلة الصعبة تم تجاوزها. طيب هناك من لاحظ أو انتقد مسألة يعني ترك البرنامج الحكومي إلى يعني آخر المطاف، علما أنه البرنامج أو التحالف يجب أن يكون مبنيا على برنامج. هذا أعتقد بأنه طرح ليس صحيح. لا يمكن أن نقول للأحزاب قومي بإعداد برنامج ثم بعد ذلك نتحالف. الذي يقرأ البرامج الحزبية المغربية سيجد بأن بينها مساحات مشتركة كبيرة. مثلا سأعطي مثال، ليس هناك اختلاف كبير بين برنامج البام وبرنامج العدالة والتنمية رغم صراعهما. إذا هناك مساحات مشتركة، وسيكون من السهل إعداد البرنامج، ولكن اليوم الهدف هو أولا وضع التحالف، بمعنى التحالف الحزبي الذي سيقود الحكومة، ثم يأتي بعد ذلك البرامج. هذه المسألة غير موجودة. ليس هناك البحث، مثلا البرنامج ليس هو المحدد. التحالفات فيها حسابات أخرى، فيها المصلحة كل حزب وفيها الحسابات السياسية وليس البرامج. الذين يتحدثون عن هذا الطرح هو غير موجود في العالم، بمعنى المنطلق نظرية التحالفات تقول بأن كل حزب ويقوم بعملية حساب الربح والخسارة إذا اقترب من حزب آخر. هذا واضح اليوم في هذه العملية. بعد ذلك يأتي البرنامج، ولن تكون هناك صعوبة في إعداد البرنامج. هناك لجنة تقنية وهناك موضوعات، بمعنى الأحزاب التي ستأخذ وزارات معينة، حقائب معينة، ستضع التوجهات، وبعد ذلك يكون تحقيق ما يسمى بالانسجام عن طريق اجتماع
على مستوى رئاسة الحكومة آنذاك. الأستاذ عبد الرحيم منار السليمي المحلل السياسي، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.